لبسته ليه؟ انا كنت اكبر حرامي في مصر تبت ربنا. وريني كده اثبت للناس اللص التائب اللي سرقت مال الحرام يتبرع بثروته لمصر ويطالب ايه؟ مش ثروتي ده كنت سارقها. طب تبتي ليه؟ الحلال ضميري مرتاح دلوقتي. غلطان. انا لو منك ارجع. انا اللي سلمت اموال الحرام لوزير الداخليه بحلموش زمان. ده سر اللص الذي ايه؟ يا حج على نفقه وزاره الداخليه، الراجل ده حججني راجل. طب كنت مرتاح وانت حرامي اكتر ولا؟ اه كنت عايش حياتي كاني راجل اعمال. بطلب العشاء وكتب التليفون عربيه خاصه. والله انت عارف بقى ان انا حرامي دلوقتي ونفسي اتوب؟ لا انا عارفك انت منتج، عارفك منتج ايه؟ منتج افلام. والله العظيم من اكتر من احلى اللصوص، من احلى اللصوص اللي قابلتها حبيب قلبي. والله بهزر معاك. انت ايه ده اعترافات اللص التائب ده؟ انت في كتب كاتبه عنك. لص حقيقيه، ده انا اشهر لص تائب في العالم. ممكن طلب لو رجعت تاني. ايه ده اعترافات اللص التائب ده؟ انت في كتب كاتبه عنك. لص حقيقيه، ده انا اشهر لص تائب في العالم. ممكن طلب لو رجعت تاني تسرق ابوس ايدك خدني معاك. لا 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 حرام، ده ماني مرتاح. والله العظيم ثلاثه احسن حاجه عملتها انك توب. بعت ست فرخات قالوا صنديد غطا ما كلها سرقه بقى. بس كنت مرسى في السرقه. والله العظيم كنت عايش حياه كاني راجل اعمال. اقصى حاجه سرقتها كانت ايه؟ بتاعت احمد عبد الحكيم عامر في الدقي، هبرت منه هبره ده بجد.